مع دخولنا هندسة وأي كلية عامة بنقابل بعض المشاكل الجديدة علينا، زي صعوبة في بعض المواد وصعوبة في المذاكرة، وده كله طبعا نتيجة تغير المناخ اللي حوالينا من جو المدرسة للجو الجامعي. في الحقيقة المشكلة كانت بسيطة لكننا حابين إن احنا نساعد في حلها. احنا EAS حلوان أو Engineering Academic Student، جمعنا بس حب الخير لزمايلنا ولنفسنا، لقينا كل الأكتيفيتيز اللي في الكلية بتهتم بس بالتكنيكال. احنا فريق علمي أكاديمي نشأ في كلية الهندسة بحلوان سنة 2019-2020. الفكرة كانت من طالب فني دخل هندسة حلوان لكن واجهته صعوبات كتير، اتغلب على كتير منها بنفسه وبعضها بمساعدة زمايله. أنا كنت طالب فني ثانوية فنية ودخلت معهد فني برضو، يعني حياتي كلها كان عندنا الهارد سكيلز كويسة، بس ما عندناش بيزك ساينس أصلا زي اللي بيدرسوها في هندسة، ما كانش مستوانا كويس في فيزياء ولا رياضة. ففي البداية كنت بقعد مع ناس زمايلي كانوا بيبتدوا يشرحوا لي حاجات كتير. بصراحة جات الفكرة في دماغي، ليه احنا ما نعملش الحاجة دي على سكيل أكبر أو نساعد ناس أكتر؟ يعني اشمعنى أنا لوحدي بس؟ ممكن نساعد ناس طلبة الفن كلهم. فمن هنا جات الفكرة ان احنا نعمل حاجة زي student activity، او حتى لو ما كانتش student activity او تحت اي مسمى، بس احنا نعمل حاجة زي كده ونوصل المعلومات دي للناس بصورة احسن. يعني البداية ما كانتش EAS خالص، بعد اعدادي ابتديت الفكرة تكبر في دماغي اكتر، كانت حاجة يعني انا بعملها individual كده، كانت بصور لوحدي وبرفعها سيشن على اليوتيوب، كان في قناة عندي كنت برفع عليها السيشنز والملخصات اللي انا كنت بعملها، وكنت بلاقي فيدباك كويس جدا. استمريت لمواد كتير طبعا، فيزياء ورياض حاسبات، بس كنت يعني بلاقي صعوبه في مونتاج الفيديوهات، في الصوره، في الصوت، حاجات كتير كانت بتطلع مش حلوه او مش مرضيه. انا عن نفسي لما اتفرج على الفيديو اللي انا صورته ما كانش كويس كالكواليتي، انما هو المعلومات اللي فيه كويسه. ابتدى فكري يروح للناس لازم تساعدني، يعني حسيت ان انا محتاج الناس دي ان هم يساعدوني، هنكمل بعض، هم عندهم جزء كويس وانا عندي جزء كويس، ادينا نجمع الجزئين دول مع بعض. ومن هنا لقيت الدعم من زمايلي ان هم فعلا حمسوني جدا، ولقيتهم بيساعدوني بطرق كتير وحاجات كتير. بعد كده وصلت، كان اسمها Engineering Technical Student، اللي هي نفس فكرة EAS بس Engineering Technical Student. انا اخترت الاسم علشان هو بيهتم بطلبة الفن، بس بعد كده لما لقيت انتقاد من كذا حد زميلي قال لي ليه Engineering Technical Student، خليها للطلبة كلها، فابتدى الموضوع يكبر اكتر لطلبة هندسة كلهم. ومش بس اهتمنا بمجرد وجود العلم عند الطالب اللي بيشرح، بل وجود عنده مهارات زي مهارات التواصل وغيرها. عشان كده عملنا كذا تريننج في Presentation Skills والتايم مانجمنت والبادي لانجويج وكيفيه اعداد الماده العلميه، وامنا بانها لازم تكون ملازمه للطالب اللي هيشرح زي ما بيمتلك الماده العلميه بالضبط. احنا لما جينا نعمل انترفيو للناس كنا بنقيمهم على حاجتين، الحاجه الاولى المعلومات اللي عند الناس الاول اللي يطلعوا يشرحوا، والحاجه الثانيه التكنيك اللي هم يقدروا يشرحوا بيه. احنا اخترنا حاجتين، البادي لانجويج والاي كونتاكت، لانهم يعتبر 70% في توصيل المعلومه. فكنا شايفين ان معظم الناس عندهم المعلومات اللي هم يطلعوا يقولوها، بس ما عندهمش التكنيك اللي هم يقدروا يتكلموا بيه ويعرفوا ازاي الناس مثلا وصلت لها المعلومه ولا لا. فقررنا ان احنا نعمل معينه للناس عشان يقدروا يوصلوا المعلومات. ليه حضرتك كنت شايف ان الكوميونيكيشن سكيلز ممكن تفيدنا؟ وهل احنا هو ده الكي فاكتور او العامل المؤثر، ان زي ما انا بقول لك واحد بنفس تفكيري بيوصل لي المعلومه. يعني البرزنتيشن سكيلز اللي هو دي من زمان احنا بنتعلمها، اللي هو ازاي اتكلم، ازاي اتواصل مع اللي قدامي، فما بالك انك بتستخدم الاسلوب دوت انك تشرح مقررات. كنا احنا بنركز دايما في موضوع البرزنتيشن سكيلز على البادي لانجويج، بس في حاجات تانية، انك عارف انك لما تبص في عين زميلك هتعرف ان هو فاهم ولا مش فاهم. جاست ان انت مثلا بتشرح حاجه حسيت ان انت عليت شويه، فانت هتبقى سنس انك وصلت المستوى، يا اما زميلك هيتلقاه، يا اما تحس ان انت لا عليت، فتبدا ترجع تاني الليفل اللي هو يفهمك بيه. وهي دي ميزه الموضوع، ان احنا نركز شويه على انك ازاي تستخدم البرزنتيشن سكيلز، عشان هي اصلا الجيت انك تفهم زميلك المقرر دوت. الحمد لله بعد النص الاول من السنه دي جالنا فيدباك كويس جدا من الطلاب، وبنتمنى نفضل عند ثقتهم دايما واكتر، ونتوسع في كل جامعات وكليات مصر. شيء كويس انك تبدا الفكرة على سمول سكيل، ولكن لازم احنا وانتو يبقى عندنا فيجن. انا كنت اامل ان الموضوع دوت ينفع يطبق، وان شاء الله اكيد في الخطوة اللي جاية، ان المقررات اللي احنا نشرحها يبقى مش في شكل مقرر يدرس لهندسة حلوان بس، لا يعني هنحاول بعد كده ان شاء الله يبقى الناس عندها على قدر استطاعتها، يعني تشرح موضوعات topics، لكن ان انا اشرح topic يفيد ريحة كبيرة جدا من طلبة الهندسة، ده هيبقى افيد واشمل واعم ان شاء الله الفايده تعم على الناس. يعني نصيحه، اولا لازم نوسع اكتر من كده،
ثانيا يعني عايزين بقى ما تبقاش على مستوى اعدادي بس، تبقى على مستوى الكليه كلها. ممكن كمان نعمل حاجات تانية، كورسات بقى، ممكن نعمل برامج، ممكن حاجات تبقى اضافيه بره كمان عن المواد اللي احنا بندرسها. عايزين نوسع المشا، مش بس برضو ان تبدا تخدم المجال الهندسي او طلبه هندسه، لا، ليه لا انك تتواصلوا مع زمايلكم اللي في الكليات المختلفه، ان زي ما في اي اس الهندسه يبقى في اي اس في خدمه اجتماعيه في تربيه، بحيث ان حتى الجامعه هي اللي تسبورت الموضوع ده، وزي ما هنا الكليه برضو بتسبورت الموضوع ده. مش محتاجين غير الدعم منكم بالتحفيز، وتوصلوا رسالتنا مش بس لكل كليات مصر بل لكل كليات العالم. والدال على الخير كفاعله، وسيظل شعارنا دائما دمتم سندا.